مزيد من المتابعة لتطورات الأوضاع، حيث قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزالا ضرب أسس الكيان الصهيوني، ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال خاصة الجيش الإسرائيلي. وأضاف هنية أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية. وقال هنية: نحن نطالب بإنهاء إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كل قطاع غزة، ولكن الاحتلال يماطل. وأشار إلى أن المقاومة وبعد 9 أشهر تقاوم في كل محاور القتال بقطاع غزة. وأكد هنية استمرار العمل مع محاور المقاومة في كل الجبهات لردع وصد العدوان عن قطاع غزة بحسب كلامه. ينضم إلينا عبر الإنترنت سيد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس. سيد حسام، مرحبا بك. في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على استمرار المقاومة في تسديد الضربات وسيطرتها على الأوضاع في قطاع غزة، هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل تقول إن الجيش سيعلن قريبا هزيمة الذراع العسكري لحركة حماس وهو القسام، و استعدادا وإذانا بتوسيع أو التوسعة المتوقعة للحرب مع حزب الله. كيف تبعتم هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت نتائج المعارك والحروب يتم صياغتها عبر مثل هذه البيانات لاختلف التاريخ الإنساني كله. يعني الحقائق والإثباتات الميدانية في الميدان يوما بعد يوم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان كتائب القسام وفصائل المقاومه موجوده وفعاله وتقاوم هذا الاحتلال على مدار الساعه من اقصى شمال غزه الى وسطه الى جنوبه. وما العمليات المصوره التي تبثها كتائب القسام وغيرها الا جزء يسير مما يجري على الارض وفي الميدان، حيث ان هناك الكثير من اعمال المقاومه التي يصعب توثيقها وتصويرها، أو حتى يمكن أن يكون لم يأتي الأوان أيضا لبثها وإعلانها. هذا تصريح يؤكد على حالة الفشل والعجز الذي يعيشه جيش الاحتلال. هذا الجيش الذي اعتاد طيلة حروبه السابقة فلسطينيا وإقليميا أن يحقق ما يسميه انتصارات خلال ساعات أو أيام على أقصى حد، وقالوا عنه يوما أنه جيش لا يقهر، ورسموا في مخيلة الناس وأهل المنطقة خاصة من العرب والمسلمين بأن هذا الجيش لا يستطيع أحد أن يواجهه. نحن في الشهر 9 وفي منطقة جغرافية محدودة ومكشوفة، وهو يتلقى مساعدة من كل قوى الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومع ذلك هو يفشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية. وهذا ما أعلن بالأمس أيضا اللي هو الناطق باسم جيش الاحتلال الإرهابي حين قال إن فكرة القضاء على حماس هي فكرة مستحيلة ولا يمكن تطبيقها على الأرض. أضف إلى ذلك طبعا التصريحات المتلاحقة من الولايات المتحدة وغيرها، هذا إضافة إلى ما نعرفه نحن من تقديرات موقف لدى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والقريبة من هذه الحرب، واللي كلهم وصلوا إلى قناعة منذ زمن وليس خلال هذه الأيام فقط بأن القضاء على حركة حماس أمر مستحيل وغير ممكن على الإطلاق. سيد حسام، اليوم نشرت فورين أفيرز تقريرا بعنوان حماس تنتصر، العنوان الكبير كان حماس is winning، ولكن اللافت في هذا التقرير أنها قالت أن إسرائيل أسقطت ما لا يقل عن 70,000 طن من القنابل على غزة، وهو ما يتجاوز الإجمالي للقنابل التي تم إسقاطها على لندن ودريسدن وهامبورغ طوال الحرب العالمية الثانية. كيف تعلق على هذه النقطة؟ يعني أولا هذا يؤكد ما قلته قبل قليل، أن رغم الإجرام وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال، هذا الجيش اللي هو أكثر جيش إرهابي على وجه الأرض، ورغم القوة النارية غير المسبوقة، واللي اليوم يعني هذا التقرير وغيره من قبل تحدث عن أرقام متشابهة في حجم النيران وكمية أطنان المتفجرات التي سقطت على أهلنا في قطاع غزة، وكما قلت نحن نتحدث
عن منطقة جغرافية صغيرة جدا في هذا العالم، ومع ذلك يعني هذه تقر كما أقر غيرها بأنه بالفعل حماس هي في موقع الانتصار وشعبنا الفلسطيني في موقع الصمود والثبات، وأن الاحتلال لم يتمكن ولا يبدو في الأفق أنه سيتمكن من تحقيق أي إنجاز من إنجازاته أو من مطالبه أو أهدافه السياسية أو العسكرية. هذا الكلام أصبح تقريبا هو محل إجماع من كل الأطراف التي تتابع هذه المعركة. لكن أيضا هذا التقرير يشير إلى أنه إحنا نتحدث هنا عن دولة لا تشبه الدول التي يعرفها الناس خاصة في الغرب. هذه دولة يقودها مجموعة من القتلة والإرهابيين ورجال العصابات، وبعضهم حتى مطلوبون لقضايا جنائية حتى في دولتهم، إضافة إلى أنهم أصبحوا مطلوبون في المحاكم الدولية. لذلك إحنا نتحدث عن جيش همجي يقوده مجموعة من السياسيين العنصريين القتلة الذين يستهدفون المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر وبشكل مقصود ومتعمد طيلة أشهر هذه الحرب. ما قاله إسماعيل هنية عندما قال نحن نطالب بإنهاء إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كل قطاع غزة، ولكن الاحتلال يماطل؟ الولايات المتحدة الأمريكية دأبت على مدار الأسابيع الماضية منذ تم إعلان مقترح الصفقة الذي تحدث بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنها جاءت على لسانه ولكنها مقدمة من إسرائيل. هم يقولون إنكم أنتم في حركة حماس التي لم تقبل الصفقة حتى اللحظة، وأنتم من تضعون العراقيل. الموقف الإدارة الأمريكية مليء بالنفاق والتدليس. الولايات المتحدة من خلال متابعتها التفصيلية لكل جولات التفاوض تدرك تماما بأنه المعطل الوحيد للوصول إلى أي اتفاق كان وما زال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. ونحن حين نتحدث عن هذه الجولات الأخيرة، يعني أولا خطاب بايدن اللي الحركة سارعت إلى الترحيب بالنقاط التي وردت فيه والمتعلقة بموضوع وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، الاحتلال لم يعلن أي موقف إيجابي تجاه هذا الخطاب. وبالمناسبة الخطاب بذاته هو لا يملك مبادرة متكاملة، هو يتحدث عن مبادرة هو وصفها بأنها جاءت من جانب الاحتلال، ثم جاء قرار مجلس الأمن واللي ربما أريد منه يعني حصار الحركة وحصار الموقف الفلسطيني ووضعه في الزاوية، لكن نحن تعاملنا معه كفلسطينيين بتعامل إيجابي ورحبنا أيضا بالنقاط الواردة فيه المتعلقة بوقف إطلاق النار. لكن أنا أقول لكل العالم وبالذات الإدارة الأمريكية لتطلب من نتنياهو أو أي شخص قيادي مسؤول في حكومة الاحتلال أن يعلن بشكل صريح وواضح موافقته سواء على خطاب بايدن أو على قرار مجلس الأمن. الواقع أنه لم يحدث أي تصريح، لم يصدر أي تصريح من قبل الاحتلال بالترحيب أو الموافقة على هذه الخطابات وهذا القرار. وأيضا ما وصلنا عبر الوسطاء أن الاحتلال أيضا غير موافق بالفعل على ما يذكر في خطاب بايدن أو في مجلس الأمن. لذلك المعطل بشكل واضح ومعلن ومباشر هو نتنياهو. إحنا في حركة حماس إحنا حريصين جدا على إنهاء هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، ونحن نتحرك في الميدان من خلال المقاومة أو من خلال السياسة عبر التفاوض باسم الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مطالب وطموحات شعبنا الفلسطيني. وإحنا بلا شك نتعامل بإيجابية وبمرونة تامة، لكن على أساس تحقيق المطالب الأساسية والعنوان الأول هو وقف كامل وشامل للحرب وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من كافة الأرض في قطاع غزة. والاحتلال هو الذي يتلاعب، وللأسف الإدارة الأمريكية يعني تغطيه وهي يعني تعلن كثير من التصريحات والمواقف اللي هي نفسها تدرك أنها غير حقيقية وغير صادقة. إليك مرة جديدة سيد حسام، وسؤالي إليك اليوم، اعترفت أرمينيا بفلسطين، هذا الاعتراف يأتي بعد اعترافات أخرى من دول أوروبية، كيف استقبلتم هذا الخبر وكيف يساعدكم هذا الاعتراف وغيره من الاعتراف على تقوية موقفكم في المطالبة بالحق الفلسطيني؟
هذا الاعتراف هو محل تقدير واحترام منا كفلسطينيين، وأنا أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، تضاف إلى الخطوات التي سبقتها من عدة دول أوروبية خلال الفترة الماضية. وبلا شك أن معركة طوفان الأقصى يعني كانت هي الفاعل الأساسي والمركزي في تحويل الأنظار العالم كله إلى مأساة شعبنا الفلسطيني ومعاناته اللي هو يعيشها تحت الاحتلال منذ عقود متتالية. هذه المعركة بما فيها من صمود لشعب أسطوري ومن عطاء وثبات وبسالة للمقاومة في الميدان، بلا شك أنها جعلت كثير من دول العالم تعيد حساباتها وتعيد النظرة إلى الصراع الدائر في هذه المنطقة، وأصبحوا يدركون خاصة مع تزايد مجازر الاحتلال وجرائمه، أصبحوا يدركون أنه الشعب الفلسطيني من حقه أن تكون له دولته المستقلة، وأن الاحتلال يعني هو سبب كل الأزمات وهو السبب الأساسي لعدم الاستقرار سواء إقليميا أو حتى دوليا. هذه خطوات سياسية مهمة، كما قلت العامل الأساسي الذي يوصل لمثل هذه الاعترافات هو معركة طوفان الأقصى بكل تفاصيلها، إضافة طبعا إلى العمل السياسي والإعلامي الدبلوماسي اللي هو أصلا يصب في هذا المسار أيضا. لا يمكن الحديث عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة دون الوقوف طويلا أمام المجاعة المعمقة التي يعانيها القطاع الآن، ليس فقط في الشمال الذي يعاني المجاعة للمرة الثانية في غضون أشهر قليلة، ولكن أيضا رفح وكافة مناطق قطاع غزة بسبب غلق كافة المعابر وإصرار الاحتلال الإسرائيلي على عدم إدخال المساعدات الإنسانية. هذه جريمة من جرائم الحرب، وهو استخدام التجويع لتحقيق أهداف سياسية وأمام سمع العالم وبصره. صحيح أن هناك تحركات في المحاكم الدولية مؤخرا ضد هذا الاحتلال، لكن من الواضح أن إضافة إلى الاحتلال اللي هو السبب الأساسي في كل هذه الجرائم، لكن أيضا الموقف الإدارة الأمريكية هو موقف المتآمر والمشارك في هذه الجرائم، وهو الذي يعطي الغطاء السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري للاحتلال وجيشه في الاستمرار في حربه ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. نعم، العالم يجب أن يدرك مسؤوليته تجاه هذه المأساة وهذه المعاناة. إحنا من جانبنا في حركة حماس نبذل كل جهد من طرفنا وبالتعاون مع كل الجهات المعنية سواء وطنيا أو حتى على مستوى علاقاتنا الإقليمية للتخفيف من حدة هذه المعاناة، لكن هذا يؤكد ما قلته في الحديث عن التفاوض بأنه إحنا الفلسطينيين إحنا الحريصين على وقف هذه الحرب ووقف هذه المعاناة، وأن نتنياهو هو الذي يتلاعب بالأوراق ويتلاعب بالمبادرات ويتلاعب بالمصطلحات السياسية وبالحضور الإعلامي للاستمرار في هذه الحرب ضد شعبنا، طبعا تحقيقا لمصالحه الشخصية والحزبية التي لا تخفى له. نعم. طيب سيد حسام، كان هناك ميناء بحري أمريكي قامت ب يعني تشكيله أو وضعه على لأجل تحديدا مسألة المساعدات. الآن الحديث عن تفكيك هذا الميناء، تابعنا جميعا المساعدات التي كان يتم إنزالها بما سمي وقتها بالإنزالات الجوية، هذه أيضا توقفت. هناك ما هو أبعد من تحكم إسرائيل في المعابر، كيف تتحدث هنا عن مسألة الإرادة الدولية؟ هل المجتمع الدولي قرر أن يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة جوعا؟ يعني هو بلا شك أنه هي مسؤولية أمام العالم كله وأمام المنظومة الدولية التي دوما تتحدث عن حقوق الإنسان وعن منع الحرب الإبادة وغيرها من القوانين التي يتم الحديث عنها طيلة ربما العقود الماضية. لا شك أن هناك العديد من الدول مواقفها إيجابية تجاه القضية الفلسطينية وبدأت تدرك أن الاحتلال هو سبب الأزمة وسبب المعاناة، لكن عمليا ما تزال كما قلت الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم أكثر من غيرها في مجريات الأحداث وفي إدارة المنظومة الدولية. وموضوع الميناء الأمريكي طبعا
هو كان جزء من الخداع والكذب والتضليل منذ اليوم الأول. يعني لو أرادت الإدارة الأمريكية أن تساهم في رفع هذه المعاناة والظلم عن شعبنا الفلسطيني، سواء في موضوع الحرب والقتل المباشر أو حتى في موضوع التجويع، لا شك أن لديها الإمكانيات والأوراق للضغط على الاحتلال وعلى نتنياهو وحكومته، دون الحاجة إلى البحث عن أشكال هي أقرب إلى الصورة أو تحسين صورة الأمريكان عبر ما يسمى بالميناء، اللي ثبت فشله عمليا أيضا. هو لم يفلح ولم يتمكن من إدخال أي شيء من الإغاثة المطلوبة والمناسبة لشعبنا الفلسطيني. إحنا بنقول لكل الناس، رغم كل هذا الظلم وهذا القتل وهذا التجويع، وهذا التجويع هو للمرة الثانية الآن يستخدم في هذه المعركة، إنه من يبحث عن استسلام الشعب الفلسطيني عليه أن ينتظر حتى نهاية العالم. من يبحث عن استسلام للمقاومة أو تراجع في مواقفها السياسية فعليه أن ينتظر إلى ما لا نهاية. في النهاية نحن أصحاب الحق وإحنا أصحاب القضية، ونحن ندافع عن أرضنا وندافع عن مقدساتنا وندافع عن شعبنا، لكن العالم كل اليوم يقف أمام مسؤوليته من حيث الضمير ومن حيث حقوق الإنسان التي يتحدث عنها باستمرار. شكرا جزيلا سيد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كنت معنا عبر الإنترنت، لك جزيل الشكر.